وما تزال الروعة مستمرة وما يزال الإبداع متدفق لفنان وأيقونة من طراز فريد. يعني هو حالة مختلفة، حالة جميلة من أسرة كروية زي ما شفنا من شوية، لكن هو خلى فنه يتكلم عنه، خلى جمهوره يحب يشوفه ويحب يسمعه. يعني هو فنان خارج النطاق الكروي المشهور عن عيلته، لكن هو عمل لنفسه أسطورة ومدرسة مهمة جدا، وكون ثنائي جميل مع مدحت صالح. منورنا ضيفنا العزيز اللي يعني بنحبه جدا وبننتظر دايما لقائه بشوق، عمرو سليم، أسعدتنا ونورتنا. ربنا يخليك، ده من ذوق حضرتك، متشكر قوي على المقدمة العظيمة دي. الفنان عمرو سليم نورتنا يا بافي، واحنا مبسوطين بوجودك. ربنا يخليكم، ميرسي جدا. انا عارفه ان السنه دي كانت سنه صعبه عليك شويه. يعني لناس كتير يمكن ما يعرفوش ان الفنانه جلا فهمي كانت اختك وتوفت، الله يرحمها، وطبعا الفنان الجميل هشام سليم. هشام سليم ابن عمي. سنه صعبه. ها، هو بصي، يعني انا من المؤمنين جدا، الحمد لله الحمد لله، احمدك واشكر فضلك يا رب، ان مقتنع ومؤمن وما بعترضش. ربنا ما يعملش حاجه وحشه. احنا في اوقات كتيره قوي الواحد بيتعرض لحاجات مش عاجباه، ما كانش يتمناها، بس اكيد ربنا شايف ان ده الاصلح، فلازم اظبط نفسي عليه. بس ما اضحكش عليكي، بره الفكره دي طبعا الواحد بيحس بانه يعني هم دول كانوا اقرب اتنين بالنسبه لي، لانهم حتى سنا وفكرا، وجالا كانت اختي البنت، وهشام وخالد اخواتي الولاد، وخلاص وخلصنا كده، مفيش حد تاني. طب هو الفنان بيقدر يتجاوز احزانه، ولا هو مع الجمهور بينسى ويبقى خارج النص الطبيعي لآلامه ومشاكله؟ عشان كده حضرتك التزمت بحفلتك بالأوبرا رغم الحزن اللي بتمر بيه. هو أنا يعني مش قصة الفنان، هو الفنان في الأول والآخر هو إنسان، بني آدم له أحاسيسه اللي بتوجعه وبتبسطه وكل حاجة. إنما أنا ببص في يعني في يعني تربينا عيلتنا على إنه في حاجات انت طالما بقيت حد معروف فانت مش من حقك انك تقرر حياتك، بس هو الناس كمان ليها حق عليك. فاللي قطع تذكرة عشان يروح لي ما ينفعش ما يروح ما يلاقينيش، وما هوش مسؤول على اني انا احمله حياتي الخاصة. هو راح علشان يسمع فلان او يتفرج على الممثل الفلاني في حالة المسرح، او راح يحضر ندوة ثقافية لفلان، هو ملوش دخل بحياة فلان دي شكلها ايه او ايه صعب العدد، مش مهم خالص يعني. وهو غير مسؤول وغير ملزم. صح يعني صح. انا موافق، انا ما هروح مكان عايز اكل مثلا، رحت مطعم عايز اكل حاجة كويس، مش شغلي الشيف بقى مبسوط ولا زعلان. صح. انا شغلي ان انا اروح المكان ده والاقي اللي انا متوقعه موجود. بنفس الفكره دي لازم ابقى انا ملتزم بالحفله اللي انا قلت عليها. انما انا شعوري ايه، ده موضوع تاني خالص، يعني ده بتاعنا احنا، اتربينا على كده.